السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شات دوك عبارة عن ايه؟ شات دوكومنتس، ان انت بترفع له ملف، يكون وورد، يكون بي دي اف، يكون اكسل، يكون تكست، يكون تدي، ممكن تدي له حاجة معمول لها سكان، ممكن تدي له موقع، ويبدأ يجاوبك من خلال الملف اللي انت هتديه له. يعني هو مش عامل زي شات جي بي تي هيبدأ يجيب لك الاجابة من على النت من كل مكان، لا، هو يجاوبك في البحث دوت. يعني هترفع مثلا كتاب معين، او كتاب مثلا وصف مصر، وتبدأ تسأله، فالإجابة تبقى من المكان دوت. هو بيعمل ايه؟ يعمل اول حاجة OCR Optical Character Recognize، يبدأ يفهم الوثيقة، لو هي صورة يبدأ ان هو يحولها لكلام، ويبدأ بقى تعمل معاه شات، تبدأ تسأله اي سؤال، تقول له الخاص للوثيقة ديت، تقول له مثلا في حتة انا مش فاهمها حاول تشرحها لي تاني، في اختصار معين انا مش عارف هو ايه، تبدأ ان هو يجيبه لك. ممكن تحدد جزء معين وتقول له خلي الاجابه في الجزء اللي انا عامل له سيلكت دوت، حاول ان انت تلخصه او تشرحه بشكل افضل. ممكن تقول له مثلا تبعت لي المراجع اللي موجوده في الكتاب دوت، ايه ده، يجيب لك بقى الملخص، الاجابه بتبقى برضه يقول لك الاجابه، وانا جايبها من صفحه كذا، صفحه كذا، صفحه كذا. فاول ما تدوس تدخل على الصفحة اوتوماتيك، فده يأكد لك ان الكلام موثوق فيه. هو في فري، ده هيكون مثلا ملفين كل يوم، 20 صفحة للملف، 20 سؤال في اليوم. وبرو اللي هو $6 بيكون امكانيات اكتر، 300 ملف و500 صفحة للفايل الواحد، و300 ملف دول في الشهر، و300 سؤال في اليوم. فاظن ان هم كافيين ان شاء الله.